مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من بيروت اليوم، أستهلها بالسيد مجد حرب المرشح عن المقعد الماروني في البترون. أهلا وسهلا فيك. شكرا. أستاذ مجد معنا. بداية قبل ما نفوت بموضوع البترون، بموضوع دائرة الشمال الثالثة، تعليقكم أو تقييمكم للانتخابات، انتخابات المغتربين؟ نسبة المشاركة أقل شوي من ما توقعنا، بس يعطيهم ألف عافية. يعني هون بدي وجه تحية للمكنة اللي كانت موجودة بأستراليا وبأمريكا وبفرنسا وأوروبا، كانوا عم يشتغلوا بالدول العربية، بدي لهم يعطيهم ألف عافية على اللي عملوه. كان في محاولات كتير قبل الانتخابات للعرقلة، لتشتيت الناخبين، لمحاولة تصعيب إذا بديك التصويت، بس أول شيء أثبتوا اللبنانيين اللي قاعدين برا على النية بالتصويت وإبداء الرأي السياسي، وتاني شيء المكانات أثبتت الجدية وطريقة التعاطي الممتازة اللي كانت موجودة مع الناخبين أو مع الإدارة اللي برا. كنتوا راضين عن سير عملية الاقتراع يعني وعن الأرقام؟ لأنه شفنا أنه في نسبة المقترعين نسبة للمسجلين ما كانت كتير مرتفعة، وكان في عم يشتكوا من سير العملية، بطء العملية، عدم تدريب الرؤساء الأقلام وغيرها. هل تعتبروا كان في شيء وراء هيدا الموضوع؟ هلا طبيعي اللي كان عم بثبت مرة واثنين وثلاثة عن نية لتأجيل انتخابات المغتربين أو حتى إلغائها أو حصرها بالست مقاعد بالدوائر الست اللي برا بالدائرة السادسة، يعني منا بعيدة عليه انه يجرب يعرقل، منا بعيدة عليه، شفناها يعني. وصار في محاولة اذا بدك لتبطيء الانتخابات، رجعنا بعدين اثبتوا الناخبين انه وقفوا ساعات وساعات بالصف، خاصة المشاهد اللي شفناها بدبي يعني بحرارة 42 كانوا واقفين بالصف وكانوا مصرين انه يصوتوا، وهيدا اثبات انه قد ما حاولوا يعرقلوا، قد ما حاولوا يأجلوا، قد ما حاولوا يبطئوا، بالنتيجة في اصوات بدها تنزل بالصندوق، وهيدي الاصوات طبيعي تكون ضد اللي هجرت هالشباب والصبايا، ضد اللي هجرت هالناس، وتكون مع الناس اللي بدهم يبنوا دولة ويبنوا بلد. تحليلات صباح اليوم بتعتبر انه انتخابات المغتربين كأرقام تعتبر نكسة للتغييريين، للقوات، للكتائب اللي كانوا عم بيعولوا اكثر شيء على المغتربين، يعني عم نحكي بحدود 60-70% في محلات، 50% في محلات، 40%. هل هي فعلا نكسة حسب انتم شو عم تطلعوا على الارض؟ نحن أرقامنا بالبترون خاصة بتدل أنه هي نكسة للفريق السياسي اللي حاكم البلد، للفريق اللي تابع لحزب الله، وهذا ببين 15 أيار، بس نحن معلوماتنا شوي غلط. هلأ أكيد كنا بنتمنى أنه نسبة الاقتراع تكون أعلى، كنا بنتمنى أنه كل أهلنا بأستراليا يقدروا يصوتوا، كنا بنتمنى أنه بأوروبا ما يكونوا مشتتين بهذه الطريقة، أنه يكون في أقلام أكثر، يكون توزيع الناخبين عادل أكثر، بس بعتقد بالنتيجة كان الموضوع إيجابي، كانت انتخابات إيجابية وديمقراطية بالطريقة اللي مشيت فيها. لا بعد في قصة النقل والصناديق كيف بدها توصل على لبنان كله ببين 15 أيار 16 أيار. عم بتخوض المعركة بالبترون، البعض عم بيقول معركة ضد القوات، البعض عم بيقول معركة ضد جبران باسيل، أنت أعلنت صراحة أنه المعركة تبعك اليوم ضد جبران باسيل. الناس كيف معقول تقدر تصدق أنه شخص بعده جديد بالسياسة ما له كم شهر اليوم جاي يسقط جبران باسيل؟ هلأ المعيار هو مش قدي الواحد له بالسياسة، المعيار هي الممارسات والممارسات الفريق الثاني. يعني نحن اليوم مش عم نسقط أكبر رئيس أكبر كتلة مسيحية، مش عم نسقط رئيس أو أكتر شخص جاب أصوات بقضاء البترون، نحن عم نسقط بالنسبة لنا اللي وعد بالكهرباء وما نفذ، نحن عم نسقط اللي كان كل مسيرته مبنية على العرقلة، نحن عم نسقط مرشح حزب الله بقضاء البترون، وهيدا اللي مراهنين عليه. يعني الممارسات اللي قام فيها الوزير باسيل، وأول شيء الفكر السياسي الموجود بقضاء البترون هو اللي بخلينا نقول إنه نحن جايين نواجهه لإله بالمباشر. معركة منا معركة أشخاص، ما بترتبط فيه، بترتبط بمبادئ أهل البترون اللي هن ضد السلاح، اللي هن ضد الخضوع للسلاح، اللي هن ضد ملفات الفساد، هن ضد الفشل بإدارة ملفات الدولة، وهذا اللي نحن مراهنين عليه. عندكم والدك حصل على 6155 صوت بال 2018، قدرتوا تحافظوا على هذه الأصوات؟ زدتوا نقصتوا؟ لا بقضاء البترون ما فينا نحكي عن الأصوات كأنهم بلوكات ثابتة، شفنا بال 2005 الوزير باسيل يمكن كان ناجح بالبترون حتى وقتها كانت الدائرة كبرى، بال 2009 رجع تحاسب يعني قلب كمية كبيرة من الأصوات، بال 2018 غيرت المعادلة كلها كمان قلب نسبة كبيرة من الأصوات، بقى التعامل مع الناخبين بقضاء البترون كأنهم حزبيين وبلوكات ثابتة وباقي محلها هو
غلط. اليوم ناخبين قضاء البترون بيمشوا دائما مع الهوى السياسي، بيحكوا بالمبادئ السياسيه، يعني بينتخبوا حسب المبادئ. اكيد بنتوقع نحاسب، وهيدا رهاننا الكبير نحن، ولا ما كنا علينا السقف هالقد لو متوقعين منهم انه يمكن يضلوا ماشيين ببلوكات سياسيه ويكونوا حزبيين بهذه الطريقه. المشكلة مع أستاذ غياس، هل هنالك مشكلة؟ يعني حتى تبعنا التويت اليوم، بس تقدر أقري لك التويت اللي حطتها أستاذ غياس يزبك، عم بيقول فيها أنه لحظة بس، عم بيقول لك لكل ناخب يتعرض للضغط من مرشحين كالمرشح مجد حرب عبر الترويج لمقولة إن غياس يزبك واصل، أقول له انتبه من هذه المحاولات، فهذا الكلام لن يجدي نفعا ولن يوصل حرب لبل، سيضعني في دائرة الخطر. عن أي ضغط على المرشحين عم يحكي أستاذ غياس؟ العبارات وطريقة صياغة الموضوع أنا برفضها. يعني نحن لما نشتغل نشتغل فوق الطاولة. هلأ بفهم أنه بس تقرب المعركة الانتخابية وبس تحتد شوي بصير كل فريق خايف على البلوكات تبعه ويتسرب منا شيء، يزمط كم ناخب من هون، عملية حسابية، بتفهم هذا الموضوع. بس نحن من أول لحظة عاملين اتفاق، مش اتفاق، هدنة مبدئية مع القوات اللبنانية. لم نقبل نتعرض بالإعلام لبعض حتى لو في قصص منختلف عليها، لأنه بالنسبة لنا في الأشياء اللي بتجمعنا أكتر بكتير. بالنسبة لنا عنا معركة ونحن بنفس الخندق مبدئيا، ما بعرف ليه مصرين يرجعوا يبربوا علينا ويعملوا معركة. نحن عارفين مين ضدنا ومين منافس طبيعي بالانتخابات، بس عارفين كمان مين الخصم الأساسي، وبتمنى من القوات اللبنانية كمان تكون عارفة مين الخصم الأساسي بالمعركة. سامر سعادة من هون من على هيدا البلاتو قال إنه جبران باسيل حاسم نتيجته وطالع بكل الأحوال، إنما اليوم المعركة بين مجد حرب وغياس يزبك. لا أنا بالنسبة لي ما بالأرقام ما باخد رأي سياسي أو ما باخد أراء سياسيين، خاصة إذا هن يعتبروا طرف يمكن بالمعركة. بالنسبة لي بناخد الأحصاءات العلمية، نتائج المكانات اللي عم تعطينا إياها، نتائج الشركات اللي عم تعمل هيدي الأحصاءات، وبعرف إنه في قسم وصل ليك، في قسم صار معلن، وهيدي الأحصاءات هي بتدلي العكس اللي قاله الأستاذ سامر. مع كل احترامي له، معركة القوات اللبنانية هي على حاصل صحيح، بس بالبترون أنا بعتبر إنه الأستاذ غياس يمكن يكون الأول بالبترون إذا أمن الحاصل، يعني أمن نجاحه. بالمرتبة الثانية والثالثة في منافسة شرسة جدا على المنخار بيننا وبين الوزير باسيل. حليتوا مشكلتكم؟ يعني أنت برأيك إنه أستاذ غياس مأمن نجاحه؟ لا ما قلت هيك، هيدا أحسن ما يرجع يطلع بتويت تاني. أنا قلت إنه إذا تأمن المقعد الرابع، الحاصل الرابع للقوات اللبنانية اللي هن على كل حال كانوا عم بيقولوها، مش عم جيبها من عندي، يعني الدكتور فادي كرم كان عم بيقول في حاصل رابع عم يشتغلوا على الحاميس. الاحتمال الاكبر انت اليوم كانك عم تقول لهم للقواتيين انه خلص ما غياس طالع هيدي الطريقه اللي فسرها فيها الاستاذ غياس، مع احترامي له، بس مش هيدا الوقت. يعني نحن عم نقول في منافسه على كل الاصوات، وهيدي منافسه ديمقراطيه وحق كل فريق سياسي يروح يجرب الاصوات، بس نحن هيدي الطريقه ما بنستعملها وما بحياتنا استعملناها. نحن بنرتكز على خطابنا، بنرتكز على تواصلنا المباشر مع الناس، وبنرتكز على اداره المعركه من قبل المعركه الانتخابيه. ما بنشتغل تحت الطاوله وفوق الطاوله وبنعمل هول إذا بدك الاحتيال على الناخب. نحن واضحة الأرقام، عم نحكي عن اللي عم بيقولوه ما كانت القوات اللبنانية إنه غياس معه 11,000 صوت بالبترون، أستاذ غياس معه 11,000 صوت بالبترون، وعم نرتكز على اللي بيقوله الدكتور فادي كرم إنه في حاصل رابع. بس على كل حال برجع بأكد، نحن مش عم بقول لحدا إنه المقعد مأمن، أنا عم بقول بكل بساطة إنه في معركة على الحواصل عند القوات اللبنانية، والمعركة ضمن قضاء البترون هي بيننا وبين الوزير جبران باسيل وعلى المنخر. حليتوا مشكلتكم مع سامر سعادة؟ تواصلت معه؟ حاولت أكثر من مرة، وبعدنا في مسعى لمحاولة إيجاد حل. لهلأ بعد ما نجحنا، بس يعني في تشرذم بالصوت الكتائبي؟ لا، يعني اللي عم نشوفه على الأرض وطريقة الشغل بالمكنة الكتائبية، واللي هون بدي وجه لها تحية كمان، بتدلل إنه ما في تجرذم أبدا. اللقاءات اللي عم يعملوها الحزبيين بالكتائب ممتازة، الاجتماعات اللي عم نعملها مع بين المكنات كمان ممتازة، العدد باللقاءات هو دليل إنه الكتائبيين ملتزمين بقرار الحزب، وهذا الشيء على كل حال ببين ب 15 أيار بالليل. في 2500 صوت كتائب ببترون صح؟ أنا برأيي أكثر. بيصبوا كلهم معك؟ بتمنى. حسب استطلاعات الرأي قد إيه خسران جبران باسيل برأيك؟ حسب المنطق، مش بس استطلاعات الرأي، المنطق بيقول إنه خسران كثير.
لأنه الخدمات الفردية بطلت تعمل فرق بهذه المعركة. الخدمات الفردية أنه نأمن وظيفة لفلان أو نزفي الطريق لعائلتين بوقت تدمر فيه البلد وتدمر فيه الاقتصاد والناس بتعرف مين مسؤول عن هذا الدمار، بعتقد صار واضح أنه في خسارة كتير كبيرة تعرض للتيار الوطني الحر بكل لبنان، وأكبر دليل بالاقتراب اللي صار مبارح ونسبة الاقتراع لمناصرين التيار الوطني. جبران باسيل أخذ الانتخابات الماضية تقريبا 12,000 صوت، 12,900 صوت نعم، و900 يعني تقريبا قد ايه بتترشحوا انه خسران هيدي المره؟ بدك ترجعي تفوتيني بالارقام. بدي فوتك بالارقام. بتعرف ليه؟ لانه الناس بتيجي بتقول انه ماجد حرب بده يجي يخسر جبران باسيل، بلشت لك فيه للسؤال. اذا بدنا نحكي ارقام اليوم، اذا جبران باسيل عنده 12,900 صوت، اذا خسران يعني بعض استطلاعات الراي عم تقول خسران بين 20 وال25% بالبترون. نحن براينا اكثر بس اوكي. اذا بنروح لل 25% صرنا تقريبا 10,000 صوت. اقل شوي. 9,800 9,700 5,000 9,000 بين 8,500 وال 9,000 أصوات والدك 6,155 صوت. أنا عم بعمل عملية حسابية على صوت عالي و 2,500 يعني أنت فيك تأمن 8,500 صوت أو 8,700 صوت، يعني ما بقى الفارق كبير. نحن عم نحكي على فارق كتير صغير، وهيدا اللي عم تأكد لنا إياه المكانات وشركات الأحصاء. أنا ما عم برتبط أبدا بأرقام 2018، عم نحكي عن حسابات عن شركات أجنبية حتى عملت أحصاءات بالبترون وعطتنا هيدا الأحصاءات. المعركة على المنخار، المعركة على كل صوت، المعركة على كل ناخب ممكن يقرر يقعد ببيته نهار الأحد بدل ما يروح ينتخب. مش هناك عم نسعى، يعني المعركة هالقد دقيقة، ولما نحكي أنه عن جد في منافسة عم نحكي بالأرقام عن هيدا الموضوع. أنت عم تقول أنه هدفك إسقاط جبران باسيل، بس جبران خسر بال2005 وبال2009 ومن بعد عمل وزير وكان رئيس للتيار الوطني الحر اللي كان يعتبر أكبر كتلة نيابية مسيحية بالبرلمان وعاش حياته عادي. يعني اليوم إذا خسر جبران باسيل يمكن يطلع رئيس جمهورية. العاش حياته عادي يمكن، بس نحن عشنا حياتنا بشكل مش عادي ابدا من وراء هالممارسات ومن وراء هالضغط. اللي بيعمل وزير بقوه الباروده مره واثنين، واللي بيعمل رئيس تيار بتوصيه مباشره من عمه مش من اراده الناخبين بالتيار او المنتسبين للتيار، بعتقد هو اضعف من ما بحب يصور حاله. بال2005 وبال2009 بقي، وبال2018 تخيط قانون عقياسه. اليوم عم نحكي انه نحن جايين نسقط شخص انعمل قانون عقياسه تهو يضل مأمن مقعده، وهيدا اللي بتعمل الفرق الاكبر. ب68 انقطعت طريق على نهج شهابي على رئاسه الجمهوريه لانه سقط فؤاد شهاب او مرشحين فؤاد شهاب سقطوا بكسروان. اليوم بتنقطع الطريق على جبران باسيل لما يسقط بانتخابات البترون. ذكرت ببرنامجك أنه عن موضوع السيادة، ومن شوي ذكرت كمان عن موضوع الفساد، ولكن عم نشوف أكثر تركيز على موضوع السيادة. هل عم بتبدوا السيادة على الفساد بوقت أنه نحن قلنا من 2019 من بداية الثورة الفساد هو العنوان الرئيسي للمشاكل المعيشية للناس؟ إذا في شيء تعلمناه من وقتها لهلأ أنه بلا سيادة ما في مكافحة فساد. انه اليوم لما حدا يجي يقول انه بده يطير قاضي عم بجرب يلاحق فاسدين سببوا بوفاة 200 شخص، مش بعيد عليه يطير قاضي لانه فتح هالملف او هيداك الملف. اليوم لما نجي نقول انه في فريق لانه معه سلاح عم بيسرق لنا مصرياتنا من البنوك اللي عم ندفع فيها بضاعه عم بهربها على سوريا، كمان هيدا مكافحه فساد بتصير بازاله السلاح. لما نقول انه في فريق مادد شبكه اتصالات على ذوقه ضمن شبكه الدوله، هيدا فساد كمان. واليوم تخيل اليوم اذا حدا بده يلاحق الرئيس بري بالقانون، مين بده يحميه؟ مش سلاح. السيادة هي مبدأ تطبيق القانون على كافة الأراضي اللبنانية على كل الناس، وما فينا اليوم بغياب السيادة وبغياب تطبيق القانون على كل الناس ملاحقة أي فريق بيكون متحالف أو خاضع على هذا السلاح. مش هناك معركتنا الأساسية هي بناء دولة قوية لهيدا الدولة القوية هي ترجع تلاحق الفاسدين وتحاسبهم. اليوم مش شغلتي أنا أحبس حدا فاسد، مش شغلتي أنا وقف حدا عم بخالف القانون، شغلة الدولة، والدولة القوية هي اللي قادرة تعمل هذا الشيء. والدولة ولا يمكن تقوى إذا في ميليشيا صارت قوتها مثل قوة الدولة، إذا في ميليشيا بتشكل القضاة اللي بدها إياها، بتعين الوزراء اللي بدهم إياهم بقوة سلاح، بتعرق المجلس النواب، بتعرق الانتخابات رئاسة الجمهورية. مش هناك معركتنا الأساسية هي معركة سيادية، وأي شخص عم بيلتهي بملفات الفساد بلا ما يقوس بالمباشر على الملف السيادي بيكون عم بيكذب على العالم، لأنه
كلنا بنعرف انه اليوم الناس بدها تاكل وتشرب، الناس ما بدها شعارات سياسيه او شعارات سياديه بس، بس شعار السياده منه بالهوى، شعار السياده هو واقع على الارض. اليوم اللي عم بيقول لك انه هو بده يكافح الفساد وعم بيتطرق هيك بشكل هامشي على موضوع السياده عم بيكذب على الناخبين، لانه ولا يمكن ينفتح اي ملف فساد او يتكافح الفساد بوجود سلاح مسيطر على هيدي الدوله. طيب في كتير ناس اليوم كمان مرشحين بالدائرة الثالثة بالشمال، عناوين سيادة وعناوين فساد، هن ناس كمان من المجتمع المدني، وجوه جديدة، دم جديد، شو بتختلف عنهم؟ يعني منشوف مثلا لوايح شمالنا، منشوف لوايح مواطنون ومواطنات. هلا مواطنون ومواطنات حطي لي اياهم على جنب لانه مختلف كتير، خاصة من موضوع السيادة. هلا في عناصر بشمالنا ممتازين واصدقاء وفي تواصل كان دائم قبل ما تحتد المعركه. هلا اليوم اللي عم نقوله كل الاحصاءات بتدل انه بالبترون في ممكن استحاله او شبه استحاله انه يصير في خرق لليحة شمالنا بالبترون، والمعركه هي بين ثلاث افريقا اساسيين. انا عم بحكي عن العناوين، عم بحكي العناوين. عن المشروع انه اليوم انا كناخب بالبترون اذا بدي اروح نقي بين مجد حرب وبين الناس اللي بشمالنا، شو بيختلف الخطاب؟ بس بشوف انه هوليك دم جديد يمكن منهم جايين من بيت سياسي، شو اللي بخلي اليوم ناخب؟ خلينا نقول شغله، اول شيء انه نحن عارفين وين المعركه، عارفين وين أساس المعركة وضد مين المعركة. ما فينا اليوم نكون عم نواجه ناس مثل جبران باسيل، مثل حزب الله، مثل سليمان فرنجية، مثل غيره، ونكون ملهيين بأفريقا مثل ميشيل معوض، مثل مجد حرب، مثل الكتائب اللبنانية، ومثل ناس كانوا بالثورة موجودين على الأرض اعتبرناهم خونة لأنه تحالفوا مع بشمال المواجهة. هيدا أول شغلة بتميزنا. وتاني شغلة بتميزنا واللي هي أساسية أنه نحن ما عم نقول أنه بدنا نلغي حدا من الموجودين، نحن عارفين وين المعركة الأساسية، عارفين مين المنافس ومين الخصم. مش بالنسبة لنا شخص عم بيتعاطى الشأن العام من سنين أو هلأ فايت على الحياة السياسية بس بينتمي للحياة السياسية، صار سيء مثله مثل الخاضع لسلاح، مثله مثل الفاسد. هذا الفرق الأساسي. إذا المعيار الوحيد تبع أصدقائنا بشمالنا هو الانتماء لعائلة سياسية، أنا بقول إنه هن مغلطين كتير بعناوين المعركة. يعني كميل شمعون بيير جميل بينتمي لعائلة سياسية، بشير جميل بينتمي لعائلة سياسية، ريمو أدب بينتمي لعائلة سياسية، بس من ميلة تانية عندك نبيه بري ما بينتمي لعائلة سياسية، ميشيل عون ما بينتمي لعائلة سياسية، حسن نصر الله ما بينتمي لعائلة سياسية. إذا هيدا المعيار الوحيد تبع شمالنا للمنافسة الشرسة والمعارك الطاحنة اللي عم بيخوضوها ضدنا، أنا بقول من هلا إنه هن مغلطين بهيدي المعركة وعم بيظلموا الناخبين، عم بيظلموا الرأي العام، عم بيظلموا نفسهم وعم بيظلمونا إلنا. إذا جدك تفتح ملفات فساد، بتفتح ملفات وزارة الاتصالات لما أكيد. كان بيك وزير؟ أكيد. نحن طلبنا أول مرة نحن عملنا اجتماع مع ناصر بالثورة، قلنا لهم من هلا انا بتعهد انه بعطيكم تنازل عن اي حق انه وقتها بطرس حارب يرجع يدعي عليكم اذا قدمتوا شكوى بالمباشر عليه، افتحوا كل الملفات وانا مستعد امضي على حيالله ملف بتامنوه فيه معطيات على فساد. خليني ما شغلتي اعمل محامي دفاع، ما بحياتي عملت محامي دفاع بهذا الموضوع، بس بطرس حارب بطل السلطه بال 2016 بعد انتخابات 2018، بعد انتخابات 2018 تشكلوا كل القضاة بالدوله اللبنانيه من قبل الفريق اللي هو ضد بطرس حارب، يعني من قبل التيار الوطني الحر، المدعي العام المالي هو تابع لحركه امل او قريب من حركه امل وحزب الله، كلهم كانوا ضده، ولحد اليوم بعد ما انفتح ولا اي ملف او صار في ادعاء مباشر عليه. بقى خلينا ما نزيد بهذا الموضوع، اللي عنده ملف يطلع فيه يتشكى فيه ونحن ساعتها تحت المحاسبه كلنا سوا. طيب انت اليوم نزل عن البترون عم نحكي عناوين عريضه خاصه بلبنان ككل، بوقت انه منشوف على التي في جبران باسيل بحملته عم بيركز على انجازاته ضمن هيدي المدينه. اليوم مجد حرب شو قدر يقدم للبترون؟ اول شيء انه ما ياخذ زيت السياسه اللي كانت صايره بوقت الماضي. اليوم لما حدا يقفلس بالسياسه يعني؟ لما حدا يقفلس بالسياسه العامه بجرب يطرح الخدمات الصغيره اللي عاملها. انا اليوم ما كنت بحاجه ل 6000 عمود طاقه شمسيه لو انت نفذت سياسه الكهرباء المنيحه وجبت لي الكهرباء على الضيعه، ما كنت بحاجه لهذا الشيء. اليوم اذا انت زفتت كل طرقات البترون بس من وراء حليفك اللي هرب كل البنزين، قعدت الناس ببيوتها لانه ما معها تعبي بنزين بالسيارات، شو النفع؟ اذا انت وظفت 5000 شخص بقضاء البترون بس هول المعاشات صاروا ما بيسوا شيء لانه من وراء سياساتك الخاطئه اللي حطت على الدوله 40 مليار دولار من وراء الكهرباء، بتكون كمان
ما عملت شيء. خلينا نحن نحكي انه بدنا نقوي الدوله، بدنا نبني دوله اساسيه تالدوله تخدم المواطن، مش تالمواطن يروح بوس ايد واجر زعيم تيرجع يتوظف، مش تالمواطن يصير اليوم قبل الانتخابات بجمعه وجمعتين عم بدقوا له من مكاتبهم تيهددوه انه يا بتصوتنا يا منطيرك من شغلك، عم بدقوا له من المستشفيات يقولوا له يا بتصوت لنا يا منقطع عنك الدواء ومنقطع عنك العلاج. نحن عم نبني دوله، نحن عم نبني دولة وعندنا مشروع كامل متكامل بما فيه مشروع بيتعلق بقضاء البترون اللي هو أحد الأقضية اللي فيها أعلى نسبة بطالة بلبنان. عم نعطي تحفيزات ضريبية للشركة تتجي تفتح بقضاء البترون، عم نقول إنه بدنا نسهل الاستثمارات بهذا القضاء، عم نقول إنه بدنا نحاسب الوزارات اللي عم تقصر، عم نقول إنه بدنا نحاسب اللي عمل سد بلعة وهرالنا طرقات تنورين وخلاها تزحل وتكسر البيوت من وراء الكاميونات والسياسات الخاطئة اللي عملت. نحن عم نقدم للقضاء بس عم نقدم بطريقة قانونية، عم نقدم مشاريع، عم نقدم استثمارات، مش عم نقدم خدمات ضيقة أو خدمات خاصة. وأهم من هيك ما رح نطلع نربح العالم جميلة من وراء حمام بلطناه أو جورة زفتناها. بس هذا الفرق بينه وبين هالشيء. بس ما تعرف شو عملته وبهما أكيد. تعرف جبران شو بس عمل. مش هن، مش نحن اللي عملنا ولا جبران اللي عمل. الناس عملت من جيبتها من ضرائبها من الدولة اللي هي الدولة مفروض تكون بخدمة الناس، مش الوزير بس اللي هو عامل. سعى لهم يعني نحن بلبنان وهو سعى لهم لهذا الموضوع في انه في تتحرك اليوم الأمور. في اليوم سياسة خاطئة اللي هي كذب كذب بركي بيعلق شيء. في اليوم مشاريع عم بيقول الوزير بسيل انه عاملها منه مقرب عليها لا من قريب ولا من بعيد. في اليوم سياسات طرقات انعملت بمجلس الوزراء بلا ما الوزير بسيل يفتح تمه وبتحدى يطلع مجلس المحاضر تبع مجلس الوزراء يقول انه هو حكي كلمة. في رؤساء بلديات اشتغلت اجا هو قطف لانجازات. لك في الوورلد بانك عمل طريق اجا هو افتتحها قص شريط ما مفروض يكون موجود بس الوورلد بانك كان عاملها تيزل يتصور قبل الحمله بالماركتينج. كونوا شاطرين بالماركتينج. ماركتينج في فرق بين الماركتينج والكذب على الناس. يعني هو عم بكذب على الناس. عم بكذب على الناس اكيد من اول مسيرته مستغرب كثير يعني انه عم بقول هالشيء. عم بكذب على الناس من اول مسيره اللي بلش فيها لليوم وخاصه بهيدي الحمله الانتخابيه لانه منه قادر يقعد الناس بخطاب سياسي كان بين خطابه السياسي ضد المصاريف. الناس تذكرت انه هو مجدد لرياض سلامه، كان بين خطابه السياسي على عداوه نبيه بري واتهامه بالفساد، فجاه الإناث حلف مع بعض افلس بهذا الموضوع. كان بين خطابه السياسي ضد القوات وضد غير القوات وما فتح ولا اي ملف ضدهم بهيدي الشغله. لقى حاله مفلس بالسياسة، قال له هيت نحط صورة كل شيء، حط صورة الصورة الفينيقة بالبترون انه هو عامله، نصب لحاله هيدا الانجاز، حط صور مشاريع غيره عاملها لانه كان مفلس بالمشاريع السياسية. شو بده يقول للعالم؟ بدي اجيب لكم كهرباء؟ شو بده يقول للعالم؟ بدي ابني دولة؟ شو بده يقول للعالم؟ بدي اعمل اصلاح وتغيير؟ لا جاب كهرباء، هدم الدولة وهو وحليفه هدموا الدولة، ومن بعد ما هو اجى واستلم كل هالقطاعات صار بدنا اصلاح وتغيير بالنسبة له هو عامله. بس اليوم اللي صار بالبترون كمان او اللي عم يحكي عنه جبران باسيل يعني اهالي البترون استفادت منه، ليه اليوم اهالي البترون مثلا معقول يجوا ينتخبوا ما ينتخبوا جبران باسيل؟ ليه بده يكون خسران بالبترون يعني اذا هو عمل عن جد للبترون؟ نبيلة عم تتهمي اهالي البترون انه انشروا بوظيفه ما عم انشروا بك انا اليوم عم بقول بطريقه سؤالك عم بتقولي انه اذا شخص تزفت له طريق او شخص توظف بالدوله او تزفت طريق من مصرياته اللي هو دافعهم من خلال الضرائب هيدا الشخص صار لازم يقدم ولاء والطاعه الى ابد الابدين للسياسه اللي قدم له هيدي الخدمه. في مناطق ما حدا تطلع بس حضرتك هيدا اللي عم بتقولي عم بتقولي انا عم بقول لك في مناطق ما تقولني شيء ما عم بقوله هلا عم فسر سؤالك عم بقول لك في مناطق ما حدا تطلع فيها. اليوم البترون من أنشط المناطق شاغل فيها جبران باسيل بغض النظر على الخلفيات اللي عم تحكي عنها من مصريات ناس هيك ناس ما بتعرف هالتفاصيل. اليوم أنت عم تتقدم فيها لهي التفاصيل، ليه بدها تروح تنتخب ضد جبران باسيل؟ إذا بتسمحي لي، اليوم قضاء البترون هو قضاء نسبة البطالة فيه من الأعلى بلبنان. اليوم قضاء البترون هو قضاء ما في شركات عم تستثمر. اليوم قضاء البترون الطريق اللي بتربط البترون لشكة هادمة إلى سنة. اليوم قضاء البترون قعد 8 أيام بلا مي. الناس تخيل الناس ببيوتها قعدت 8 أيام بلا مي لأنه ترمبات المي ما وصلها مزود. اليوم قضاء البترون بأقوى عواصف اجت بالشتوية أهلنا بتنورين قعدوا بلا كهرباء وبلا مزود وما قدروا يتدفوا وكانوا لبسين جاكتاتهم بقلب بيوتهم. اليوم قضاء البترون مستشفياتهم قطعت من المزود وقطعت من الكهرباء. اليوم قضاء البترون اللي موظف فيه بده ينزل على شغله منه قادر يعبي بنزين بسيارته. بقى ما نكذب على الناس بإنجازات يمكن تكون شكلها حلو ويمكن تكون بالصورة حلوة أكتريتها مش منسوبة لهذا الفريق السياسي تنقل لها أنه أنتوا رجعوا انتخبوني. الناس واعية، الناس اكتشفت اليوم أنه إذا تدمر البلد لو نعمل 10,000 خدمة شخصية
بدهم يدوقوا الوجع اللي عم بدوقوا اليوم. اليوم الناس اكتشفت انه اذا تدمرت سيادة هيدا البلد وتهرب المازوت لبرا، لو شو ما نعمل، لو قد ما جربت توزع قبل الانتخابات مازوت على البيوت كمان رح ترجع تتحاسب. الناس صارت واعية، ما فيك تشتريها بواجهة بحرية، ما فيك تشتريها بكم صورة. الناس عم بتعاني بقضاء البترون مثل ما عم بيعانوا بكل لبنان. الدولار بالبترون اليوم قديش؟ الدواء مقطوع بالبترون مثلهم مثل غير مناطق، الكهرباء مقطوعة، المازوت مقطوع. هيدا الناس اللي بدها تحاسب عليه. ما فينا نعتبر انه هيدا المنطقة هي إمارة ونعتبر انه معزولة عن الوجع اللي كل لبنان عم يعيشه. أنا قاعد بالبترون ومع أهلي بالتنوري، مع الأهل بالبترون، كلهم شايفين الوجع اللي عم نقطع فيه. في ناس ببيوتها ما عم تاخد، عم تاخد حبة ضغط مرة بالجمعة لأنه ما معها تشتري حبة الضغط. في ناس ما عم تقدر تدفع، عم تلبس جاكيتات بقلب بيوتها. في ناس عم تعمل غسيل للكلاوي، عم تأجل جلسة مرة واثنين لأنه ما معها مصاري. في مرة إلى سنة ونص مش عاملة علاج كانسير. في تلاميذ مدرسة عم بيروحوا بخبز حاف على المدرسة لأنه مش حاطين، ما عندهم شيء يحطوه بقلب الخبز، مش قادرين يشتروا شيء. هيدا البترون اللي بعيونه، هيدا هي البترون اللي عم نخبر انه فيها ازدهار. خلينا نطلع شوي من الصورة اللي جربوا يصوروها، نفوت على هالضيعة اللي عم تاكل قتل كل يوم، بكل عاصفة، بكل شوب، بكل حدا بيمرض فيها عم ياكل قتل من وراء السياسات الخاطئة اللي وصلت البلد لهون، من وراء الخضوع لحزب الله اللي عملنا عداوات مع كل دول العالم، مع وراء الخضوع لحزب الله اللي هرب المازوت اللي شحدناه سنين وسنين وسنين وأشهر بعز دين السقعة. خلينا نطلع من هيدي الصوره اللي جربوا يصوروا لنا اياها، وكل واحد يتحمل مسؤوليته. مطرح ما غلطوا يقولوا نحن غلطنا، ما يجربوا يغطوا عن غلط بتبليط طريق، او من يجربوا يغطوا عن خلق غلط بسياسه الكهرباء الكامله بكم لمبه طاقه شمسيه. هيدا اللي نحن جايين نطرحه، جايين نقول انه خففوا لي شعارات بلا طعمه. كلنا اكتشفنا انه لما الدوله تنهد ما في شيء بيرجع بينبنى حتى لو انبنى عمل خدمات فرديه. من بعد الانتخابات النيابيه في حال وصلته للبرلمان، شو التحالفات اللي معقول نشوفها؟ هل رح نشوف جبهة معارضة موحدة بينكم مع الكتائب، القوات، السياديين، التغييريين؟ أو رح تكون هيدا موضوع مثلا تتوحدوا على أمور معينة، على قوانين معينة تطرحوا؟ نحن اليوم متفقين مع حزب الكتائب ومع مستقلين آخرين على مبادئ معينة. المبادئ المعينة إنه ما حدا منا بينتخب الرئيس بري، ما حدا منا بيشارك بحكومة تابعة لحزب الله ومشارك فيها حزب الله مسيطر عليها بسلاح، وما بننتخب رئيس تابع لفريق 8 أدار. أي فريق سياسي متفق معنا على هالثلاث مبادئ نحن بدنا نتعاون نحن وياه. أي فريق سياسي حتى لو منه متفق معنا على هيدي المبادئ رح نتعاون نحن وياه على القطعة. بس أنت بتعرف إنه اليوم حزب الله إذا منه راضي على رئيس ما رح يوصل للرئيس. ما يوصل للرئيس، اكتشفنا إنه الفراغ أفضل. اليوم بفترة الفراغ الرئاسي كان بده أمضى كل الوزراء بالحكومة طيقة على القرار. شو عملنا نحن؟ جبنا رئيس جمهورية، عطينا أكترية وزارية لحزب الله، ثبتنا توقيع رئاسة الجمهورية، صاروا بأكترية وزارية تابعة لحزب الله والرئيس الخاضع لحزب الله يقطع القرار اللي حزب الله بده إياه. يعني أنتوا فايتين على التعطيل قبل ما تبلشوا. إيه طبعاً بدنا نعطل اللي دمر البلد. كلمة التعطيل منا هي الكلمة الأساسية، هي كلمة المواجهة. فايتين على المواجهة، جاي واحد عم بدمر لنا البلد بدي أقعد كتف إيدي وأتفرج عليه. بس عن جد أنتوا بتأمنوا إنه فيكم تشيلوا سلاح حزب الله؟ من آمن إنه فينا نوقف امتداد هالكانسير بالدولة اللبنانية. نحن من آمن إنه مش معقول يتدخل أدوية إيرانية وما يكون في نايب يفتح تمه. نحن من آمن إنه مش معقول يكون نص اللبنانية ما عم بيدفعوا ضرائب وعم تتاخذ الضرائب من الأقضية اللي بتدفع ضرائب، ويكون الوزير المالية بعد ما تحاسب لليوم وما تقدم دعوة عليه وما تقدم له سؤال. نحن من آمن إنه مش معقول يكون في تهريب على الحدود بالطريقة اللي صارت فيها ويكون تقدم فقط سؤال واحد من قبل نائب زياد قوات. 14 أدار كان عند الأكترية النيابية، كانت عم تنادي بأغلب الشعارات اللي عم تنادي فيها حضرتك. هلا وكانوا ضد حزب الله وما عملوا شيء. 2009 قد ايه كان في وديعة بالبنوك يا نبيلة؟ 150 مليار دولار. اليوم قد ايه مرتبطة بالودايع؟ أكيد. قد ايه اليوم في وديعة بالبنوك؟ 7، بين 7 و9. اليوم غلطوا، وأنا على راس السطح بقولها، واللي ما بيعترف بغلطه من قلب بيته ما له حق يتهم الثاني اللي غلط. نعم غلطوا إنه قعدوا على طاولة واحدة مع حزب الله، غلطوا إنه تشاركوا بالحكومات وما بقي حدا مين يراقب من برا، نعم غلطوا. بس بهيدي الفترة كان المجتمع الدولي عم بيطلع بلبنان، عم بيلاقي إنه في فريق عم بجرب يحكم، عم بجرب يقام ومنه خاضع لحزب الله. جينا بال 2016 طلع لقى رئيس جمهورية تابع لحزب الله، بال 2013 طلع لقى أكترية نيابية تابعة لحزب الله، ولقى الكل مشارك بهيدي الحكومة، طلع قال لك شو بدي
لبنان انا بقى خلص سيطروا عليه الايرانيه خلينا نعطيهم للايرانيه هالبلد. اليوم نحن جايين نقول انه لا عم نشكل فريق اساسي بهذا البلد، لما يتطلعوا فينا من برا يقولوا لا في معارضه وازنه صوتها عالي عم بتواجه كل هالسياسات الخاطئه، عم بتواجه حزب الله اللي عم يجرب يخلنا على محور ما بيشبهنا. يعني انتم بتعاونوا اليوم على تجاوب المجتمع الدولي مع هذه الاصوات التغييريه والمعارضه، منعول كمان على النشاط اللي بدنا نعمله من الداخل، منعول على الامكانات الدستوريه اللي انحطت بتصرفنا، منعول على الاجراءات القانونيه اللي فينا ناخذها كمعارضه، منعول انه ما يتاخذ قرارات بالطريقه اللي اتخذت فيها وما حدا يعلي صوته، هذا اللي منعول عليه بدايه. وثانيا اكيد منعول على انه اليوم ما يكون حزب الله هو الصوره الاماميه للبلد، يكون في صوره اخرى بتتمثل بناس سياديين مستقلين جايين يكافحوا الفساد، هذا اللي منعول عليه. عم نشوف بغير لو بدأ أظهر شوي من دائرة شمال تالتة، عم نشوف كمان في تهديدات وترهيب عم بيصير للشيعة المعارضين لحزب الله بغير لوايح. اليوم أكيد يمكن ما بتتوقعوا تغيير داخل البيئة الشيعية، ولكن كيف يمكن طمأنة هؤلاء؟ خلينا نقول انه بكل وضوح نحن رح نحمل المبادئ اللي هن عم بيأمنوا فيها واللي هن مترشحين كرمالها، ومنعرف الاهميه وقد ايه دقيق هيدا الموضوع، لانه اليوم اذا خرق نائب شيعي واحد قادرين نعمل رئيس مجلس نواب غير خاضع، قادرين نحط اصواتنا لرئاسه مجلس النواب امام هيدا لعند هيدا النائب السياده، عارفين قد ايه ممكن بالبيئه الواحد يتعرض لضغوطات، بس بدنا ناكد انه نحن حاملين هيدا المبادئ اللي هن عم بيقاوموا كرمالها، وعم حاملين هيدا المبادئ تنقاوم تيبطل حدا يتهدد بعدين اذا بده يترشح، مؤمنين باللعبه الديمقراطيه كلنا، نحن اليوم عم نلعب مثل عم يلعب ماتش فوتبول خسران 2-0، مبلشين من خساره بس مراهنين على الناس اللي بدها تعطي ثقتها. كيف يعني مبلشين من خساره؟ مبلشين من خساره لانه نحن عم نواجه سلاح، نحن عم نواجه دوله، ولانه مبلشين ب 27 نائب فايت على البرلمان. لا لا ليش فايتين 27 نائب؟ لانه معهم سلاح، لانه عم بيفرضوا بالسلاح على النواب يستقيلوا، عم بيفرضوا بالسلاح على الناخبين ينتخبوا، عم بيفرضوا بالدوله على موظفين الدوله عم بيهددوهم تينتخبوا، عم بيفرضوا بالمال وعم بيشتروا اصوات بالمال، مشان هيك نحن مبلشين من الخلف، بس نحن حتى لو مبلشين خسرانين عارفين انه اراده الناس رح ترجع تخلينا نسبقهم، في 70% من الشعب اللبناني ضد وجود سلاح خارج اطار سلاح الدوله، ممنوع هذا السلاح يكون حاكمنا، اذا اكثريه الشعب اللبناني ضد هذا السلاح، ما فينا نخضع على الامر الواقع ونقعد نكتف ايدينا، نقول ما فينا نعمل شيء حتى نكتف ايدينا نقعد بالبيت، ننطر تيجوا الامريكان يساعدونا او تيجي مدري مين يخلصنا، اذا نحن 70% من الشعب اللبناني ضد هذا الواقع، ما فينا نتركهم لل 30% اللي هن مآمنين انه لازم يكونوا تابعين لايران يتحكموا فينا كلنا. شو بتقول للناس اللي بعدها عم تعتبر انه ما رح يتغير شيء وما رح تشارك بالانتخابات؟ بدنا نربح لانه ما بقى عندنا غير خيار، ما فينا نفل، لانه حتى ما فينا حتى لو بدنا بطل فينا نفل، زربونا بهذا البلد، ما فينا نعيش الا ما نربح. نحن الطريقة الوحيدة تنظهر من هالأزمة هي بالنصر، أنه يوصل فريق معارض يرجع يقاوم وهيدا الفريق يرجع يربح من الداخل. الطريقة الوحيدة أنه تقدروا تطلعوا من الأزمة اللي أنتوا فيها هي أنكم تصوتوا، تنزلوا تحطوا الصوت الاعتراضي بالصندوق لمين ما كان هيدا الصوت، للناس اللي بتأمنوا أنه قادر توصل صوتكم. إذا اليوم انشرى صوتكم بكرة أولادكم رح ينشرى صوتها، إذا اليوم خفتوا بكرة أولادكم رح يضلوا خايفين، إذا اليوم هددوكم بوظائفكم رح تضلوا تخلوا هول الناس متحكمين بالبلد وهن عم بيهددوكم بوظائفكم. نحن مراهنين عليكم مثل ما راهنا على أهلنا بالاغتراب وكان الرهان صحيح، مراهنين عليكم ب 15 أيار تتوصلوا صوتكم تترجعوا تبنوا هالبلد، تتوصلوا الناس اللي مآمنة بالدولة اللي بدها تفتح كل الملفات، اللي بدها تواجه السلاح، اللي بدها تواجه الفساد. كيف عم تواجهوا المال الانتخابي؟ بهذا الخطاب. عم تدفعوا بوجهن؟ بهذا الخطاب، بالخطاب اللي عم نحكي. شو عم تقولوا الناس اليوم اللي عم يجي يعرض عليها مصاري؟ الناس عايزة. لا عم نقولها بطريقة شعبوية أكثر، ما راح أعيد المثل على الهواء، بس إنه خذوا منهم وصوتوا ضدهم. كله عم بيقولها، كله عم بيقولها. إيه خذوا منهم وصوتوا ضدهم. إذا هالقد بنعرف إنه الوضع مقرف والوضع بشع والكل عم يتعرض لضغوطات وعم يتعرض لرشاوى، بس بنعرف كمان إنه الناس عرفت وين أساس المشكلة وبل مش عايزتنا نحن نقلها خدوا منهم صوتوا ضدهم لأنه هي عارفة شو لازم تعمل. تتوقعوا إنه من هلأ للانتخابات يصير في أي عراقيل تمنع حصول هذه الانتخابات؟ لأن بعدنا لليوم كل ما حدا بيقول عن الانتخابات بيقول لك إذا صارت. هلأ ما في شيء نهائي الا ما تسكر هالصناديق وتنفرز يعني، بس بعتقد قربنا كثير لدرجه انه صار صعب تاجيل الانتخابات الا بحادث امن كبير وهول منا قادرين نسيطر عليها، بس
بعتقد صايرة الانتخابات، والقول انه هيدي ما راح تصير وما في شيء بينتج عنها هي بس واحدة من الماركتينج اللي حكيت عنه هلا لمحاولة اقناع الناس انه تضل ببيوتها لانه ما راح فيها تعمل شيء. شكرا لك مجد حرب، بتمنى لك التوفيق طبعا، يعني قربت الانتخابات بعد في بس 6 ايام. شكرا لوجودك معنا. ممنونك. مشاهدينا شكرا للمتابعة.